الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم مع مراتب إياك نعبد، وقد توصلنا إلى القسم الثاني من عبادة الله جل جلاله، وهو عبادة الله بالمال، عبادة الله بالأموال. قال الله جل جلاله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة والكافرون هم الظالمون. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وفي عبادة الله بالمال تواجهنا مصطلحات. المصطلح الأول مصطلح زكاة، والمصطلح الثاني مصطلح نفقة، والمصطلح الثالث مصطلح صدقة، والمصطلح الرابع مصطلح بر. فما الفرق بين هذه الألفاظ؟ البر اسم جامع لكل ما ذكر، تدخل فيه الزكاة، تدخل فيه النفقة، تدخل فيه الصدقة، ويدخل فيه الفعل بر الوالدين بالمال والنفس. والبر يدخل فيه الدين كله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا بر الإنفاق. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر كلمة جامعة، وهي اسم لأوسط أبواب الجنة وأوسع أبواب الجنة. وهذا الاسم الجامع أمر الله عز وجل المؤمنين أن يتعاونوا عليه، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد فسر بعض أهل العلم كلمة البر إذا اجتمعت مع التقوى أنها مصالح الدنيا، وكلمة التقوى مصالح الآخرة. وإذا انفردت كلمة البر عن كلمة التقوى شملت مصالح الدنيا والآخرة، وإذا انفردت كلمة التقوى عن كلمة البر شملت مصالح الدنيا والآخرة كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. فالإسلام هو الإيمان إذا ذكر بمفرده، والإيمان هو الإسلام إذا ذكر بمفرده، وإذا اجتمعا افترقا. كان الإسلام للأعمال الظاهرة وكان الإيمان للأعمال الباطنة. طيب، ما علاقة المال بالعبادة؟ الله عز وجل يقول: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش؟ ما على الأرض دخل في جميع أنواع المال، الزراعة من الأرض وعلى الأرض، المعادن الذهب والفضة من الأرض وعلى الأرض، العماير العقارات من الأرض وعلى الأرض، السيارات الطائرات الأرصدة الأموال الأنعام كل ذلك على الأرض. إنا جعلنا ما
وما من صيغ العموم، وهي من أعم العمومات وتشمل العاقل وغير العاقل. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليه؟ لنبلوهم، أي لنختبرهم أيهم أحسن عملا فيما على وجه الأرض. كما أن الموت والحياة متعلقة بالجسد، جسد هو الذي يموت وهو الذي يحيا. قال الله جل جلاله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والحياة لها مقومات، هنالك طعام يقوم الحياة، شراب يقوم الحياة، سكن يقوم الحياة، ودواء يقوم الحياة، وغير ذلك من مقومات الحياة. والناس مختلفون ومتفاوتون في حياتهم ومقومات حياتهم وفي أملاكهم وأرزاقهم، فقد فضل الله بعضهم على بعض في الرزق، كما فضل بعضهم على بعض في العمر، هذا يعمر 100 سنة وهذا لا يصل إلى 10، وذلك يعمر 50، فأعمار متفاوتة وأرزاق متفاوتة وأماكن متفاوتة وأعمال أيضا متفاوتة، هذا يوفق للعمل الصالح وذلك لا يوفق، هذا والعياذ بالله يوفق والعياذ بالله إلى سبيل، وذلك يوفق إلى سبيل آخر، وهكذا. إذن إن سعيكم لشتى، سعيكم في المال شتى، وسعيكم أيضا في العمل شتى، وأنتم أحوالكم كلها شتى، حتى حشركم يوم القيامة شتى، يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. بعد هذه المقدمة ندخل إلى الموضوع، عبادة الله بما رزق. عندنا كلمتين: خلق ورزق، فتتعبد الله بالخلق وتتعبده بالرزق. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هو الخالق الرازق، فاعبده بما خلق واعبده بما رزق. خلقك، إذن كل شيء فيك هو خلق لله، ينبغي أن تتعبد الله به، وكل رزق عندك هو من عند الله، ينبغي أن تتعبد الله به. جسدك خلق من خلق الله تتمتع به، تتمتع بالنظر، تتمتع بالسمع، تتمتع بالجوارح، هذه كلها تعبد الله بها، كما تقدم في إياك نعبد المتعلقة بالبدن. كذلك الأرزاق من عند الله، والأرزاق مختلفة ومتفاوتة، أخرج منها ماءها، جمس أسود، باء راء ألف 2306، قفل على الناس في قبلة المسجد، الرجاء عدم أذية الناس، صاحب الجمس يوقفه ثم يعود إلى مجلسه. طيب، وين كنا فيه؟ نعم نعم، تعبد بالرزق. فالأرزاق متفاوتة، أخرج منها ماءها رزق، ومرعاها رزق، والجبال أرساها رزق، متاعا لكم. طيب، الجبال نفسها في عدة أنواع من المتاع في الجبل نفسه، الجبل نفسه فيه معادن، في عروق المعادن، الذهب والفضة وإلى آخر، والحديد يوجد في الجبال في الحجارة، فيه الماء وعيون الماء، وإن من الحجارة لماء يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله فيفسح، يزيد مساحة الأرض، يتدمر وتتسع
المبسوطة الأرض. إذن هنالك أنواع من الرزق. قال تعالى: ومن ما رزقناهم ينفقون. فجاء بكلمة ما قابل رزقناهم ليبين عموم الإنفاق في عموم الأرزاق. بعض الناس يقول لك الفلوس فيها الزكاة. طيب الفلوس رزق من عند الله ولا لا؟ رزق ولا لا؟ إذا كانت رزق مما رزقناهم ينفقون. طيب يقول لك ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أصناف الزكاة؟ ما ذكرت في الذهب والفضة؟ لا لا مو شرط. هل هي رزق من عند الله؟ نعم خلاص فيها الزكاة. كل شيء هو رزق من عند الله ولو كان جديدا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الزكاة. ولذلك الإسلام قواعد عظيمة، قسم الزكاة إلى أقسام. قسم النقدين الذهب والفضة، هذا مدى الزمن فيهم الزكاة ولا خلاف. قسم الثاني من النبات زرع بأنواعه حبوب وإلى آخره ما عدا الخضرة والفواكه. الخضار والفواكه ليست فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست مدخرة، والزكاة في الطعام المدخر. طيب لكن إذا أصبحت تجارة تنتقل إلى عروض التجارة، وعروض التجارة كلها فيها الزكاة. طيب الحمير ما فيها زكاة، إذا أصبحت تجارة تصبح فيها الزكاة. الإبل البقر الغنم فيها الزكاة كلها. طيب الدجاج ما في زكاة إذا كان للأكل، لكن إذا أصبحت تجارة وجبت فيه الزكاة، لأن عروض التجارة جميعا فيها الزكاة. الأرض ما فيها زكاة إلا إذا أصبحت عروضا للتجارة تصبح فيها الزكاة. إن أردتها للسكن لا زكاة. بيتك عمارتك للسكن ليس فيها زكاة. سيارتك للاستعمال ليس فيها زكاة. معرض سيارات للبيع زكاة موجودة فيه لأنه عروض تجارة. عماير للبيع للإيجار فيها الزكاة لأنها عروض تجارة. وهكذا الخيل ما فيها زكاة، إذا أصبحت للتجارة فيها الزكاة. واضح؟ لو عندك خيل أعددتها في سبيل الله 1000 من الخيل ما فيها زكاة لأنها في سبيل الله. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله. لكن قلت لا أنا عندي خيل أبيعها فيها الزكاة، أصبحت عروض تجارة. فعروض التجارة فيها الزكاة مطلقة. إذن عندنا زكاة النقدين وما شابههما، تدخل النقود كلها ويطلق عليها نقود، تبعا للذهب والفضة. جميع عملات العالم فيها الزكاة تبعا للنقدين الذهب والفضة. وكل ما وجبت فيه الزكاة استحبت الصدقة منه. كل شيء الزكاة واجبة فيه الصدقة منه مستحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والإنفاق درجات، وأفضل الإنفاق ما كان على الوالدين. قال الله جل جلاله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، رقم 1، والأقربين رقم 2. فالوالدين والأقارب الفقراء منهم أفضل من الفقراء من غيرهم، إلا أن الزكاة لا تخرج على الوالدين ولا على الأولاد. لا يجوز أن تزكي على والداك ولا على أجدادك حتى تصل إلى أدم، لأن هذا أصول. ولا يجوز أن تزكي على فرعك أولادك وأحفادك إلى قيام الساعة. فالزكاة لا تجوز على الأصول ولا على الفروع. وتجوز الزكاة وتستحب على الحواشي. ما هي الحواشي؟ حواشيك وحواشي أمك وحواشي أبيك. من حواشيك؟ إخوتك وأخواتك، أشقاؤك وشقيقاتك. من حواشي أبيك؟ إخوته وأخواته، أشقاؤه وشقيقاته. من حواشي أمك؟ إخوتها وأخواتها، شقيقاتها، أشقاؤها وشقيقاتها. ها
هؤلاء بالنسبة لك أخوان، وأولئك بالنسبة لك أعمام، وحواشيك بالنسبة لك إخوان. فجازت الزكاة في الأخوال والأعمام والإخوان مطلقا، وأبنائهم وإن نزل، وعفوا آبائهم لا، لأن الآباء يلتقون معك، أما الأبناء فنعم. واضح لكم؟ طيب، الزكاة سميت الزكاة لماذا؟ سميت الزكاة زكاة من الطهارة، تزكية والطهارة والنقاء. قال تعالى: ونفس وما سواها، فألهمها فجورها. في منادي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. زكاها من الفجور، النفس جبلت على الفجور، والفجور سببه الطغيان، الفجور سببه الطغيان، والطغيان سببه الغنى. إن الإنسان ليطغى متى؟ أن رآه استغنى. طيب، إن الإنسان ليتواضع متى؟ إذا افتقر، إذا افتقر تواضع انكسر خلاص، إذا استغنى طغى. طيب، الله عز وجل لا يريد للإنسان أن يطغى فيفجر، ويريده أن يستغني ويشكر. فقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. خلاص، ربي أكرمن، ممتاز، ربك أكرمك، طيب أكرم غيرك، ما دام الله أعطاك أعطي غيرك. ولهذا نصح أصحاب قارون، قارون أن يعطي غيره وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. يعني ما دام الله أعطاك وأحسن إليك، أعطي أنت خلق الله وأحسن إليهم، وكلما أحسنت أحسن الله إليك، وكلما أعطيت أعطاك الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. سؤال: أكرمك ليش؟ أكرمك لتكرم غيرك، هذا الابتلاء، هذا الاختبار. فإن أكرمت غيرك زادك، وإن منعت غيرك أخذ منك وأعطى غيرك. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. تتولوا عن الإنفاق يأخذ المال منكم ويعطي لغيركم فينفق، تتولوا عن العمل يأخذ الروح منكم تموت ويجيب خلق آخر غيركم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. عمرك محدود، ورزقك محدود، وعملك محدود، والله ناظر ماذا تفعل في العمر وماذا تفعل في المال الذي خولك. لذلك أكثر الناس عنده مبدأ ربي أكرمن، الحمد لله الله أعطانا، هل هذا شكر؟ الشكر ليس أن تقول الحمد لله ربي أعطاني، لا، هذا من شكر اللسان، لكن يبقى شكر العمل، وشكر العمل أفضل من شكر اللسان. لم يقل الله عز وجل في القرآن قولوا شكرا أبدا، لكن قال الله في القرآن اعملوا آل داود شكرا. أن تقول شكرا يا ربي حلوة، لكن تقول يا ربي أعطيتني وأنا أعطي عبادك، شكرا لك أعطيتني فأنا أعطي من عطائك،
يجود من؟ الله على العبد، ويجود العبد على أخيه، فيجود الله علي، أتجود وأنا الجواد؟ والعاقل لا يتوقف عن العطاء حتى لا يتوقف عنه العطاء. يجود الخيرون علينا، ونحن بما به الخيرون إيش؟ نجود. الله يجود علينا ونحن بما جاد الله علينا نجود. فمن جاد الله عليه بالعلم فأعطاه زاد علما، هذا شكر. ومن جاد الله عليه بالمال فأعطى زاده مالا، ومن جاد الله عليه بالصحة فأعطى زاده صحة، وهكذا. إذن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه، قدر بمعنى ضيق، ومنه ليلة القدر أي ليلة الضيق، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، قدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. فقدر عليه رزقه، ضيق عليه، فيقول ربي أهانا. طيب من اللي أهانك؟ الله قال كلا، لا والله ما أهانك ربك، ما نعمك إذ أعطاك، وما أهانك إذ حرمك، بل قد يكون العكس صحيح، قد يكون أهانك إذ أعطاك وأكرمك إذ منعك. كيف يكون المنع إكرام وكيف يكون العطاء إهانة؟ إذا أعطاك المال فعصيت به، ربيت ودخلت في الربا، دخلت في حرب مع الله، هذه إهانة أم إكرام؟ أنت اللي أنت نفسك. طيب منعك فتضرعت إليه وصمت وقمت وتلوت القرآن ويا رب يا رب، هذا إكرام لك والله إهانة؟ إكرام. ورد في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول إني أعلم بعبادي، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغناء فأغنيه حتى لا يكفر، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر فأفقره حتى لا يطغى. مصلحة، والله أعلم بعباده. فإذا رأيت عبدا لله فقيرا فاعلم أن الله اختار الفقر له، لأنه سيدخله الجنة بغير حساب. ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وللآخرة خير لك من الأولى. وإذا رأيت الله أعطى أحدا من الصالحين المال فأخذ ينفق، فاعلم أن الله اختار له هذا الطريق، لأنه أعطاه وعلم فيه الكرم، وأنه سيجود ويعطي، فأعطاه وأعطاه، هذا عطاؤنا. إيش بعدها؟ فأمنون، أعطي أمنون، قدمها على أمسك. فإذا أعطاك الله وأعطيت زادك، وكان ذلك العطاء شكرا، ومما رزقناهم ينفقون. الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. النفقة والصدقة والزكاة والعطاء، كل هذه الكلمات مترادفة من جهة ومتباينة من جهة أخرى، لكن كلها في سبيل الله. الإنفاق أعظم درجة من الصدقة، وقد يكون أعظم درجة أيضا من الزكاة. لماذا؟ لأنها كلمة عامة شاملة، تدخل الزكاة فيها والصدقة فيها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ما قال تتصدقوا. يسألونك ماذا ينفقون، مثل الذين ينفقون، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى غير ذلك. آيات الإنفاق كثيرة، آيات الصدقة ذكرت، وذكرت الصدقة مع الربا.
قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لماذا؟ لأن الربا ضد الصدقة، الربا ضد الصدقة، الربا ذبح الفقير بلا سكين، قتل الفقير المسكين. يأتي للبنك يبغى يبني بيت يسكن فيه وعياله، يريد أن يسكن هو وأولاد البنك، نبي بيت، البيت يكلف 1,000,000 ريال. طيب هذا 1,000,000 ريال سلف لك، لكن كل شهر بتسدد مبلغ وقدره مثلا 10,000 لمدة كذا سنة، فإذا جمعت الأقساط وجدت أن البنك أخذ عليك 1,000,000 وزيادة على 1,000,000، تلك الزيادة ربا. قال الله جل جلاله: وذروا ما بقي من الربا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقع في الربا، كل زيادة ولو هللة ربا. جيت الواحد قلت له سلفني مبلغ 10,000 وبعد فترة وجيزة برجع لك إياه 11,000 ربا، أبرجع لك إياه 10,500 ريال ربا، برجع لك إياه 10,000 ريال واحد ربا. كل زيادة قلت أو كثرت فهي ربا، حرب على الله، حرب مع الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لا يجوز. إذا كان نفس النوع نفس العملة لا يجوز، لكن إذا أراد أن يستفيد عليه أن يأخذ مجالا آخر وهو مجال البيع. يقول: لو اشتري لي هذه السيارة بمبلغ 100,000 وأنا أشتريها منك ب150 دين. ممتاز، حلال، هذا يسمى ربحا لأن البضاعة دخلت. أما يدا بيد مثلا بمثل فهذا عين الربا. واضح؟ حيلة. الحيلة قد تكون جائزة عندما تأخذ حاجة وتقول: هذه الورقة، طبعا لا تسوي شيء، لكن مكتوب فيها أنها تساوي مبلغ وقدر شيك، تقول: بعني هذه الورقة. هذه الورقة لا عبرة بها، العبرة بما فيها. فإن كان فيها مبلغ وقدره واشتريت بمبلغ أكثر كان ربا، لأن العبرة الورقة لا عبرة بها. فلذلك النقود العبرة بما رسم عليها. أما بضاعة ينتفع بها كسيارة، كبقرة، كجمل، كناقة، كشيء يلبس، أقمشة، طعام، فهذا الذي ينتفع به يجوز تشتريه ولو ارتفع سعره. واضح؟ إلى أجل، إلى أجل، أو حتى يدا بيد تزيد على السعر وتشتري. إذا أتيت إلى المطار تريد قارورة ما تجد السعر ارتفع، اللي هنا بريال هناك ب5 ريال وهي نفسها وجايز. العبرة بأن هناك بضاعة. أما إذا لم تكن بضاعة يقول الربا بين اثنين، فإذا تدخل الثالث صار بيعا. كيف؟ الربا بين اثنين، فإذا تدخل الثالث صار بيعا. أنت والبنك ربا، فإذا دخلت شركة سيارات واشترى البنك سيارة صار بيع وباعها عليك، صار جائز. واضح لكم؟ تعبد الله عز وجل بالمال هو طاعته في المال. أوجب هنالك فرض في المال وهو النفقة. أفرض الفرائض في المال النفقات: نفقة الوالد، نفقة الوالدة،
نفقة الزوجة التي في ذمتك أو على ذمتك، نفقة الأولاد الذين في ذمتك ولم يبلغوا، كل هؤلاء تجب نفقتهم عليك. نفقة الإخوة والأخوات إذا لم يكن لهم عائل سواك، تركهم أبوك صغار وجبت عليك نفقتهم. وكذلك نفقة زوجة الأب إذا كان غير قادر على النفقة، وهكذا. كل هذا واجب أوجب من الزكاة، لأن هذه النفقة الواجبة. ومن ضيع نفقة عياله وتصدق على غير عياله هذا قد ارتكب إثما. لماذا؟ إلا إذا كان قد ادخر لهم ما يغنيهم وكان ذلك من باب الإيثار فلا شيء، لكن عند الحاجة لا بد من رضاهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق ويعطي وأزواجه ينفقون، ولكن كان أيضا يدخر لأهله قوت عام قوت سنة. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي في 30 صاع من شعير قوت أهله عليه الصلاة والسلام. إذن النفقة الواجبة في المال، والسكن واجب في المال، والكسوة واجبة في المال. النفقة والسكن والكسوة والدواء عند الحاجة. نفقة، سكن، كسوة، دواء، هذه الأربعة واجبة في مالك غير الزكاة. ولذلك في المال حق غير الزكاة. إذا مرضت زوجتك أو مرض ولدك وجب عليك أن تعالجهم، إذا جاعوا وجب عليك أن تطعمهم، إذا عطشوا وجب عليك أن تسقيهم، إذا كان الشتاء وجب عليك أن تكسوهم كسوة الشتاء، إذا كان الصيف وجب عليك أن تكسوهم كسوة الصيف، فلباس الشتاء لا يصلح في الصيف ولباس الصيف لا يصلح في الشتاء. إذن واجب عليك من الكسوة كسوتان سنويا، شتوية وصيفية، ومن الطعام أكلة يوميا، ومن الشراب مثلها على قدر الحاجة. وتجب النفقة على قدر الحاجة، فالصغير يكفيه القليل والكبير لا يحتاج إلى الكثير، وهكذا. هذه النفقة أفضل أوجب من تجب نفقته الوالدين، الأب والأم، ثم الزوجة والأولاد. والوالدان مقدمان على الزوجة والأولاد، نفقة الوالدين وإن كبرا مقدمة على نفقة الزوجة والأولاد. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، فقدمهما الله عز وجل على الأولاد وعلى الزوجة وعلى الإخوة وعلى الأخوات. ولهذا الرجل الذي كان في الغار مع صاحبيه قص قصته مع والديه، فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي والدان لا أسبقهما بغبوق، وكان لي صبية زوجة وصبية، فذات مرة نأى بي المرعى فما عدت إلا وقد وجدت الوالدان قد ناما، وجد والديه قد ناما، فحلب لهما غبوقهما ثم جلس عند رأسيهما واستحيا أن يوقظهما، وصبيته يتضاغون جوعا وعطشا فلم يطعمهم، حتى استيقظ والداه في جنح الليل فشربا حتى ارتويا، ثم عاد إلى زوجتي وأبنائه فأطعمهم وسقاهم. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا، فأفرج الله عنهم. ليسمع ذلك من ضيع حق الوالدين. بعض الناس يجري خلف زوجته ويترك أمه، يجري خلف أبنائه ويترك والده،
يجري خلف بناتي ويترك أمه. زوجتك وبناتك وأولادك لا يغنون عنك من الله شيئا إذا غضب الوالد أو غضبت الوالدة. رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما، وشكرهما من شكر الله، أن اشكر لي ولوالديك، واخفض لهما جناح الذل. إذا كنت أنت الأب ذليل أمام الوالدين، فما بال زوجتك وما بال أولادك، هم أذل وأذل. ينبغي أن لا ترفع زوجتك رأسها أمام أمك، تكون ذليلة عند أمك، وأبناءك وبناتك أذلاء عند والديك، يقبلوا أيديهم وأرجلهم، هذا شرع الله. أما أن توضع الوالدة في الملحق والوالد، والزوجة في غرفة ما شاء الله لا ما شاء الله في أحسن ما يكون، والبنات لكل غرفة والأولاد لكل غرفة والأبوين في سجن، هذا مخالف لشرع الله، ويوشك من فعل هذا أن يفعل به مثل ما فعل. إن لك أولاد، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، فمن أكرم والديه أكرمه أولاده وأحفاده، ومن أهان والديه أهانه أولاده وأحفاده. كانت ركبة رفقة من العرب يمشون، فسمعوا صراخ في جبل، فأقبلوا فإذا رجل يجر والده ليذبحه، وهم لا يدرون ماذا يفعل. ماذا تفعل؟ قال: هذا أبي، دعوني وشأني. قالوا: هو وأبوه، دعوه وشأنه. فجره ثم أضجعه ليذبحه، فرجعوا مسرعين، فقال لهم الأب: دعوه، فوالله لقد ذبحت أبي عند هذه الصخرة، قد ذبحت أبي. نعم، أعيدها. رفقة، تعرف الرفقة جماعة كانوا يمشون، طبعا ما كان في طرق مسفلتة، كانت الناس على الإبل تمشي، فسمعوا صراخ، صوت صراخ شايب يصيح، يجر ولده ليذبح. سألوه ما باله؟ قال: هذا أبي، دعوني وشاني. ذهبوا وتركوه، ثم أضجع فالصراخ اشتد، رجعوا، فتكلم الأب الشيبة، قال: دعوه، هذا ولدي، دعوه يذبحني، لا تحولوا بينه وبيني، لأني أنا قد ذبحت أبي عند هذه الصخرة التي جاء الولد يذبحني عندها. الجزاء من جنس العمل. قصة معاصرة: واحد تزوج امرأة، وهذه المرأة للأسف هي نفسها عاقة لوالديها، فعلمته عقوق الوالدين، كان بار قبل الزواج. قالت له: شوف، احنا جونا الضيوف وامك غير حضارية، ما تصلح تجلس مع الناس، وابوك كذلك، يا اما تحطهم في الديرة في البادي، يا اما تحطهم في ملحق، المهم الناس اللي تيجي وتروح احسن ما يشوفون. كانت معاه الاب والام داخل البيت، طيب خرجهم في غرفة، غرفة الصواق عند الباب، إذا ما في أحد الأم تدخل شوية تشوف، وتخرج عند زوجها والأب تعبان، وشوي مات الأب، عفوا ماتت الأم، ما بقي إلا الأب، طبعا ما عاد عنده أحد، يا ولدي ما عندي أحد، خل ندخل نشوف عيالي. قالوا: الوالد تعرف الدرج وما الدرج، وهنا أحسن لك من الباب للباب. لكن المصيبة أن له صحن واحد، هذا صحن لا يغسل، تضع له زوجة الأب، زوجة ولده، الطعام في الصحن على وسخته وترسله إليه. الشايب يشوف الطعام، يشوف الوساخة، يقرف ما يأكل، كاد أن يموت جوعا. ثم وجدوه فعلا قد مات، مات من شدة الجوع في بيت ولده. المصيبة
أن الولد الصغير جاء يجري وأخذ الصحن وأخذ يجري به، قال له أبوه: يا ولدي ليش تأخذ الصحن؟ قال: يا أبوي عشان نحط لك فيه غداك إذا كبرت صرت زي جدي. طفل بريء. يوم نظر الصحن الطعام زي ما هو، والصحن الطعام قد تجمد فيه من أيام اللي قبل واللي قبل، كما تدين تدان. إذن أول المال، أول عبادة الله بالمال أن تكرم والديك. واحد تزوج امرأة وأخذها إلى السوق وعنده بنات وأولاد منها، وأمه قد فقدت زوجها وجلست عند ابنها، قالت له الأم: يا وليدي نمشي معاكم؟ قال لها: تفضل. ركبت معاهم في السيارة، الزوجة قدام سيدة البيت والأم وراء. وصلوا السوق، دخلت الزوجة إلى سوق الذهب تشتري الطقم هذا وتشتري هذا وهجيب وجيب، وجاءت الأم وضعت نظارتها ورأت خاتم صغير على أصبعها الصغير، حطته في أصبعها وورت لصاحب المحل، قالت له: كم سعره؟ سعره كذا، خلاص احسب. جاء الولد ليحاسب، حاسب أطقم عن الزوجة، ولما لم يبقى إلا الخاتم قال: يمه شو تسوي في الخاتم؟ شو تسوي في الخاتم؟ أبوي مات، يا الله يدخلك الجنة. وينزع الخاتم من يد أم، من أصبع أم. قالت له: انزعه يا ولدي، والله ما ألبس ذهب ما حييت. والدموع على خده. والزوجة رحمت الأم، قالت: تكفى خلي لها، تكفى. الأم الزوجة تقول للولد: تكفى خلي لها مسكينة، تترك أمك حتى ترحمها بنت الناس؟ وين الإحسان؟ حسبي الله ونعم الوكيل. العقوق للأسف ظاهرة انتشرت. واحد أخذ أمه من حائل وذهب بها إلى إحدى المدن غير المدينة التي هو فيها، وأدخلها في بيوت العجزة، وهي قد أسكنته في بيتها، البيت لها، هو ساكن في بيتها، وعنده بطاقة الصراف حقها يأخذ فلوسها حق زوجها متوفي، وعايش في خيرها. وآخر شيء ضايقت منها الزوجة، تضايقت وأخذها بيت عجزة في مدينة ثانية. قالها: يا أمه نوديك المستشفى. أدخلها على أنه مستشفى، الطبيب بيشوفك شوي، أروح صراف وأرجع لك. راح وسافر حاي. لما سافر انتظرت: وين ابني؟ ابنك يا يمه خلاص ادخلي كلي اشربي، انت الان في بيت العجز. قالت: انا فلانه ام فلان بيت العجز. طلعت خرجت، لقيت ان عندها مبلغ بسيط، ركبت نقل جماعي، رجعت لبيتها، عندها الحمد لله نسخه من المفتاح، فتحت. هو والزوجة رجعوا، راحوا يتمشوا ويقضوا، نادت على محل مفاتيح، غيرت المفتاح، جلست في البيت، جاوب يفتح وما فتح، دقوا الجرس، ردت عليهم الأم من الداخل، قالت له: روح شوف أم تعطيك يا الكلب، ربيتك حملتك 9 شهور وفعلت وطيتك، واخر شيء ترميني في العجزة وجيب بنت الناس لبيتي وتقعد تعيش بخيري؟ هذا هو الإحسان؟ روح. وغضبت عليه غضب، والآن من المتسولين، ما عنده شيء، وطلق المرأة، ولكن بيض الله وجهها ربته. الوقت انتهى. نعم. أبوه حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. يقول الأخ أنه بالأمس القريب
رجل حرق والده، صب عليه البنزين وحرق، حسبي الله ونعم الوكيل. والله الذي لا إله إلا هو، جوني ناس في المسجد قالوا أخونا ولده أحرقه بالنار، قتله، وبعد ما قتله أحرقه بالنار، والحمد لله تم القبض عليه، والآن مسجون الولد القاتل، وأمه وأهله يبون يفكونه، يبون شفاعة، فقالوا بيجوك يبغون شفاعة، اتق الله لا تشفع في مثل هذا النوع. قلت هذا لو أعطى الأمر يقتل حرقا كما حرق والده، حسبي الله ونعم الوكيل. إيش ذا العقوق؟ والله العظيم، ثم والله العظيم، رضا الله في رضا الوالدين، وسخطوا في سخطهما، وغضبوا في غضبهما. من رضي عنه الوالدين هو نفسه يرضى الله عنه أولا، ثم يرضى هو، ثم يرضى الناس عنه. سر محبة الناس لك رضا الله عنك، وسر رضا الله عنك رضا الوالدين. خذ القاعدة، سر سخط الناس عليك وزعل الناس منك سخط الله، وسر سخط الله سخط الوالدين. المغاربة عندهم دعوة جميلة جدا، الله يرضي عنك الوالدين، الله يخلي لك الوالدين، الله يرضي عنك الوالدين. احنا نقول الله يرضى عليك، وكلها واحدة، إذا رضي الوالدين رضي الله. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا ويرضي عنا والدينا. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على بر الوالدين أحياء وأموات، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأموات، اللهم أعنا على بر والدينا أحياء وأموات. اللهم اجعلنا من يقدم والديه على نفسه وعلى أزواجه وعلى ذريته وعلى الناس أجمعين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنك جعلت الجنة تحت أقدام الأمهات، فأعنا على بر الأمهات، وأعنا على بر الآباء. اللهم أرض عنا وأرض عنا آباءنا وأمهاتنا. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من أعظم نصيب. اللهم أكرم والدينا أحياء وأموات، اللهم أكرمهما ولا تهنهما، وأعنهما ولا تعن عليهما، وآذرهما ولا تؤذر عليهما، وارض عنهما رضا لا سخط بعد. اللهم من كان منهم حيا فاشفه في بدنه، وعافه في بدنه، وأطل عمره، وأسعده، ومتعه بسمعه وبصره. اللهم لا تبقي في أجسامهم داء إلا شفيته، ولا في نفوسهم حاجة إلا قضيتها. اللهم أكرمهما ولا تهنهما، وأعنهما ولا تعن عليهما، وآذرهما ولا تؤثر عليهما. اللهم ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة من عندك. اللهم من كان من والدينا ميتا فارحمه رحمة واسعة من عندك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهما روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم وسع لهم في قبورهم، وأنر لهم في قبورهم، وجازيهم عنا بأحسن جزائك. اللهم جازيهم عنا بأحسن جزائك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب أكرمهما كما أكرماني، ربي أكرمهما كما أكرماني. اللهم يسر لهما الخير حيثما كان، واجعلهما من ورثة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا فيمن هديت، وتعافينا فيمن عافيت، وتبارك لنا فيما أعطيت، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا عاقا لوالديه. يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا جواد يا كريم. اللهم إنك تعلم ذنوبنا كلها، دقها وجلها، قديمها وحديثها، كبيرها وصغيرها، جليلها وحقيرها. اللهم اغفرها كلها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا
ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة وباسمك العظيم الأعظم الجليل الأجل الكبير المتعال الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم معلم الأنبياء علمنا، اللهم مفهم الأنبياء فهمنا، اللهم مؤدب الأنبياء أدبنا، اللهم مصلح أحوال الصالحين أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا علي يا عظيم، يا جواد يا كريم، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا عاجلا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا وأغث إخواننا. اللهم إنا نستغيث بك لإخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أغثهم بنصر من عندك وتأييد من عندك ورحمة من عندك. اللهم يا جواد يا كريم، يا حي يا قيوم، اللهم يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، وأنت الله العلي العظيم، وأنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أنت الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الجليل الأجل العظيم الأعظم جبار السماوات والأرض، يا ولي المتقين، يا ولي المؤمنين، يا ولينا، يا نعم المولى ونعم النصير، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم يا رب العالمين برحمتك نستغيث، يا رحمن الدنيا والآخرة برحمتك نستغيث، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما برحمتك نستغيث، يا واسع الرحمة برحمتك نستغيث، يا واسع العطاء برحمتك نستغيث، يا واسع المغفرة برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا غيثا مغيثا طبقا غدقا تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم أغث بلادنا بالغيث الهتان المبارك، وأغث سائر بلدان المسلمين بالغيث الهتان المبارك. اللهم أغث قلوبنا بسكينتك ومجالسنا برحمتك، ووفقنا لمرضاتك وزدنا من فضلك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على القرآن تلاوة وتدبرا وتفسيرا وتأملا وتأويلا وتعبدا، يا حي يا قيوم، واستشفاء ورقية. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا، وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واجعلنا من أهلك وخاصتك الذين هم أهل القرآن وخاصته، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير
خير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة، والخير كله أوله وآخرة، ظاهره وباطنة، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما بقي من أعمالنا فاجعله خالصا لوجهك الكريم، نافعا لأمة محمد يا رب العالمين. اللهم ما بقي من أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا فتقبله منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا ممن طال عمره في طاعتك، وحسن عمله ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتيم عمله، وأسعدته اللهم في الدنيا والآخرة. أعنا اللهم على ذكرك، وأعنا على شكرك، وأعنا على حسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، واجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من المستغفرين بالأسحار، واجعلنا من الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم لا يبقى خيرا تعلمه إلا جعلت لنا منه أعظم نصيب وأوفرة، ولا يبقى شرا تعلمه إلا صرفته عنا وصرفتنا عنه، وباعدت بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين، وعين العائنين، وحسد الحاسدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وظلم الظالمين، وطغيان الطاغين، وفرط المفرطين، واعتداء المعتدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نذل أو نذل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعلنا من الذين تحبهم ويحبونك، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى، لا يسمعون حسيسها وهم عنها مبعدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلام.